سالي، رح نبلش اولى محطات صباحنا غير لليوم وفقرتنا الاولى مخصصه للجانب الطبي. بالاعياد وبالمناسبات تكثر الماكولات وخاصه بالماكولات الدسمه والحلويات، مما يؤدي الى خلل بالنظام الغذائي عند الناس. سلمى، وهذا الخلل اكيد بيؤدي لكثير من الامراض المعويه وتلبكات بالمعده وللحيلوله دون اصابات بالجهاز الهضمي. اكيد في مجموعه من النصائح يلي رح نتعرف عليها اكثر مع ضيفنا الدكتور احمد عباس، اخصائي بالامراض الهضميه. كل عام وانت بخير ويسعد صباحك. صباح النور، كل عام وانتم بخير والمشاهدين بالف خير ان شاء الله. يسعد صباحك دكتور. يعني مثل ما حكينا بالبدايه، طابع هاي الايام بيتوجب يمكن المناسبات زايده، المجاملات، الاكل الزياده. خلينا نحكي عن ابرز او اشياء الامراض المقلة الجهاز الهضمي بمثل هالمناسبات. مثل ما تفضلتي بالاول، هو اشرع اشع عرض ممكن يعاني منه الاخوه بفتره الاعياد هو ما يسمى عسر الهضم او ديسبيبسيا. هلا هذا ناجم نتيجه طبيعه الاكل والعادات اللي يعني انت كل ما فتت على بيت لازم تضيف، والضيافه حلو حلويات عربيه، اشطاب، الموالح، المكسرات، كلها هاي بتزيد لي مشاكل الهضمية، أعراض تهيج الكولون، أعراض النفخة، الغازات، الغثيان، لعية النفس. فلهيك هاي كتير الأعراض شائعة بفترات الأعياد. يعني دكتور، في نصايح معينة لنتجنب شوي هيدا الأعراض وخصوصي فترة العيد؟ شو نصايح اللي ممكن تقدمها للي عم يعيدوا وعم يضيفوا حلويات؟ تمام. هلا اول شيء انه نحاول نستعيد عن الحلويات بما يسمى المجففات، الخشاف. هلا هي شغلات ظريفه وخفيفه وسهله الهضم اذا امكن. الشيء الثاني، نباعد بين الزيارات، يعني خلي بين الزياره والزياره ساعتين لثلاث ساعات على الاقل ليكون حسنا. نخفف من الموالح والمكسرات، المنبهات كثير كمان خفف، يعني بدل القهوه ناخذ عصير، الزهورات بيسوى. في عندنا مثلا النانرج، مغلي النانرج وهالقصص كمان كثير بتريح الانبوب الهضمي وصحيه وما بتسبب لنا مشاكل هضميه. طيب دكتور، يعني حتى بالعموم يعني في بعض الناس بيعانوا مشاكل هضميه بالوقت الطبيعي، هدول الناس يمكن شو اهم نصيحه بتنصحهم اياها لحتى خلينا نقول يعيدوا ولكن من دون ما يؤذوا نفسهم؟ هلا اهم شيء المرضى بصراحه، نحن بنقول لهم للمرضى اللي عندهم مشاكل اضطراب شحوم، هي كثير بيعانوا بفتره الاعياد. مرضى اللي عندهم مشاكل ضغط كمان من كثير بيعانوا بسبب مشاكل مملك، انه الاكل كله دسم بالاعياد، الاكل دسم، الحلويات دسمه، موالح كثير، منبهات كثير، ضغط زيارات كثير، فكله هذا بيؤدي ل ممكن ارتفاع الضغط. كمان المدخنين بالعاده بيروحوا، كمان بيزيد عدد السجائر اللي بيدخنوهم بالاعياد للاسف، فبصير عندنا مشاكل كثير. مرضى اللي عندهم مشاكل مثلا قرحيه كمان ممكن تزيد، مرضى اللي عندهم تشنج كولون كمان او ما يسمى كولون عصبي كمان بفتره الاعياد كثير هاي المشاكل بتزيد بسبب اضطراب النظام الغذائي. ما في وقت معين للفطور، ما في وقت معين للغداء، الاكل ما منك غالبيته دسم، غالبيته حد بهارات، فهي كلها بتزيد لي هالمشاكل. نعم دكتور، يعني اكثر الحالات بتجيك بفتره الاعياد شو هي؟ يعني غير يلي بيعانوا من القرحه، في حالات ثانيه ممكن تجي، ممكن احيانا تخمه يعني احيانا. تمام. هلا اشيع الحالات هي التخمه، هي الاشيع رقم واحد هي التخمه، رقم اثنين الاسهالات والاقياءات كمان، لانه ممكن احيانا المطاعم يطلع كثير مطاعم، اكل الاولاد ياكلوا اكل مو نظيف كثير، ما في مراقبه تكون صارمه بالعاده للاهل بفتره الاعياد، شوي بياخذوا راحتهم الاولاد. فهي اهم شيء التخمه، اسهالات، الاقياءات، هدول اهم ثلاث مشاكل
بنواجههم بفترة الأعياد. يعني مثل ما حكيت دكتور، يمكن بفترة الأعياد بتكتر الأمراض لأنه ناس بتاكل كتير برا. هلأ قد ما حاولنا ننصحهم وقلنا أنه خففوا خففوا، الواقع مختلف تماما. ففينا مثلا نعطيهم أشياء معينة يبعدوا عنها، يعني مثلا في ناس تقول لك بعد عن المايونيز برات البيت باعتبار عشان قطع الكهرباء ممكن يكون منزوع أو شيء. فينا نحدد لهم أشياء معينة يكونوا حريصين منها، لأنه بالنهاية ما فيك تمنع طبعًا العالم طبعًا لازم طبعًا تطلع وتنبسط طبعًا وتروح. أكيد. هلا بشكل رئيسي الخضار السلطات، أنا بقول لهم يكونوا حذرين مشان تعقيم من طبعًا شان تمام. مثل ما تفضلتي المايونيز، المايونيز نحن أنا بقول لهم للمرضى صراحة مستنبت جرثومي، طالعوا بعد من البراد 10 دقائق وسوي مسحة أو زراعه بيطلع شيء بيخطر على بالك وشيء ما بيخطر على بالك من الجراثيم. لهيك أنا ما بنصح حدا يأكل مايونيز برات البيت صراحة، لأنه بتزيد المالطية، التيفية، مشاكل التهابات الكبد، كلها بتزيد نتيجة المايونيز. خصوصا مرقت فترة من السنتين الماضيات عنا شوي زيادة بتسجيل حالات التهاب الكبد A. نعم. كله كان المصدر الرئيسي تقريبا المايونيز اللي مو محفوظ بشكل جيد. الأكلات اللي ما بتتسخن كمان نحاول شوي نبعد عن هاي اللي بننصحه. يعني يا دكتور مثل ما قلت لازم يبتعدوا عن الأكلات اللي معرضة للجراثيم. الماء، شرب الماء قديش بيساعد، قديش يعني شو علاقته مع الشخص اللي عنده تلبك معوي؟ هلا انا شرب الماء هو شيء جيد جدا لكل الجسم، بنبلش من البشره حتى الكليتين والانبوب الهضمي. نعم. فانا بنصح العالم بالاكثار من السوائل بشكل عام، ويفضل الماء بالدرجه الاولى، 2 زهورات شاي اخضر، سوائل الدافئه، المناقيع كلها تقريبا، هاي كتير بتريح الأنبوب الهضمي وبتسوي شيء اسمه تسهيل لعملية الهضم، خصوصا إذا كان في فترات متباعدة عن الوجبات، يعني ما ناكل مثلا ونغب مي، كمان هاي شوي مضرة، تعمل عصر هضم، بتسوي عصر هضم. طيب. شرب المي بكميات كبيرة مع الوجبة أو بعد الوجبة مباشرة شوي بيسوي، يفضل يمكن قبل الوجبة، بعيد عن الوجبات نص ساعة ساعة قبل أو بعد الوجبة. طيب دكتور بشكل عام نحن بخلال الصيف تكتر يمكن حتى الأكلات اللي شوي مهما كانت بسيطة بنحس بتلبك معوي، خصوصا الفترات الماضية سجل كتير ناس مع التهابات معوية بسبب موجات الحرارة الشديدة. خلينا نحكي ليش بتكتر بالصيف بالذات موجات الحرارة الشديدة وكيف ممكن يتجنبوها الناس؟ هلأ الحرارة هي بتنشط الجراثيم صراحة، فترات الحرارة هي الجراثيم بتنشط بشكل عام. أنا عنا نحن عادة الجراثيم نمطين، نمط نسميه خامل أو أبواغ وكيسات، ونمط فعال. الحرارة بتحول الجراثيم من نمط الخامل لنمط، بتساعد بالأحرى، ولما بيكون في وسط مثل ما قلنا جاهز لل فلهيك تمام. الخضار معنا مغسولة بشكل، كمان بالصيف بتكتر الخضار، فواكه هي موسمها أصلا بالصيف، فلما ما بتكون مغسولة بشكل جيد، لما ما بتكون محفوظة بشكل جيد، فكله هذا بيسهل عملية حدوث التهابات أمعاء. نعم. اللي هي إقياء وإسهال. بدنا نروح للمشروبات الغازية اللي هي البيبسي، السفن، أي مشروب غازي قديش بيأذي شربه، بحيث أنه الأولاد هلأ بالعيد ما بنلاقيهم غير يشربوا كولا بشكل يعني مانو منطقي، فقديش هو غلط هذا الشيء؟ هلأ هو غلط دائما، هاي كمان من العادات الصحية السيئة لشغلتين صراحة، أنا نسميهم نحن الأغذية الفارغة، هي بتعطي حريرات، بتعطي طاقة ونشاط، بتسد القابلية مثل ما بيقولوا للعوام. الطفل أو اللي عم يشرب كولا عم ياخد حريرات بس ما عم ياخد غذاء. حتى السفن دكتور يعني كله بكل أنواعه المشروبات، لا مو صحيح، هو غني بالحريرات. نعم. أنين كولا بتعطيك قد وجبة كاملة حريرات، عم نحكي طبعا بدون غذاء،
طبيعي، فلهيك بتسد له قابليته، الولد ما عاد ياكل الاكل المغذي الولد او الكهل، بس يعني اكثر هلا نعم. الاولاد ما عاد ياكل بشكل جيد. الشيء الثاني بتسوي له تهيج، هي من الشغلات المهيجه للانبوب الهضمي، المياه الغازيه، الكولا، البيبسي، السيفن، كله هدلون بهيج الانبوب، وبالتالي بيزيدوا لي اعراض عسر الهضم، النفخه، الغازات، الامساك، الاسهال، كلها هي بتزيد المشروبات الغازيه. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي بعد ما حكينا يمكن عن شو ممكن الشخص يتعرض لامراض وشو لازم، خلينا نحكي عن الوقايه، يعني دائما الوقايه اهم مثل ما قلت من العلاج بكثير اوقات، اهم الخطوات اللي ممكن الشخص يعملها ليقي جسمه من هي الامراض. هلا اهم شيء مثل ما قلنا بالبدايه، حاول ينقي الشغلات الصحيه، يخفف المنبهات، يخفف مشروبات غازيه، يستعيد عنا بالعصائر والمناقيع، زهورات، بابونج، مليسه، يحاول يبعد لي عن الحلويات الدسمه العربي اللي فيها قشطه كثير، الشغلات اللي فيها مايونيز، يستعيد عنا مثل ما قلنا بالخشاف، المجففات، الفواكه الجافه، يحاول يباعد بين مثل ما قلنا الزيارات او الوجبات، يكون منتظم بغذائه، ويحاول يحافظ على انه بالعيد مثل ما بيقولوا وقتك مو الك، ما بتعرف امتى بيجيك الضيف، فبس يروح بدك تتغدى دغري، فيحاولوا قدر الامكان يلتزموا بمواقيت معينة للأكل بحيث يضل الأنبوب الهضمي مرتاح خلال فترة العيد. نعم، يعني دكتور قديش له علاقة الأكل أو الأكل بسرعة أو الأكل ببطء على سلامة الجهاز الهضمي؟ منشوف أحيانا الشخص بياكل الأكل سخن وبسرعة، يعني قديش هذا الشيء مؤذي لمعدته لحتى الانبوب الهضمي تبعه؟ هلا الاكل السريع طبعا بيسوي لي تلبك التخمه، هو احد السبب الرئيسي من اسباب التخمه اولا. نعم. لانه ما بينمضغ الاكل بشكل جيد، ما بينزل بشكل، يعني المعده هي خزان، نحن انا وظيفتها هي خزان. نعم. لتعجن شوي الاكل لتوصله لقوام معين وبتفرغه تدريجيا، فانا لما المعده دخل عليها كميه كبيره من الاكل في وقت كثير قليل ما لحقت تتمدد وترتاح لتستوعب الاكل، فلهيك كله بتلاقي لك بس اكل انمغص، يا لطيف حاسس كانه بلاطه على بطني او على صدري، فهذا ليش؟ لانه المعده ما لحقت ترتاح وتتمدد بشكل تدريجي لتستوعب كميه الاكل اللي دخلت لها اياها، تيجي بدها تتقلص لتعجل بتكون هي اوريدي صارت متشنجه وتعبانه، فلهيك بضل الاكل فتره اطول بالمعده، بقاء الاكل فتره اطول بالمعده بيحرض لي شيء اسمه استقلاب اللاهوائي. انا بشبه لهم اياها للمرضى سابقا، بجوز ما لحقتوا انتم، في شيء اسمه النمليه كانوا يحطوا الاكل لساته موجوده عند بعض الاشخاص. تمام. فبقول لهم لما بينتزع الاكل او بخم بسموه بالعامي ببلش يطلع فقاعات عليه وريحتها كريهه بالمعده، نفس الشيء لما بيطول الاكل اكثر من 4 ساعات لـ5 ساعات ليتفضى للامعاء ببلش يتخمر، بصير تخمرات لا هوائيه، بيقول لك عم تدشى وتتشايع فونه وريحتها كريهه. نعم. ما هو الاكل تخمر، صار هاي التخمرات للاكل. وبالتالي لما بده يجي على الامعاء صار المواد اللي نازله على الامعاء ما عاد مواد مغذيه، هي مواد ضاره، تخمرات وغازات، بالتالي صار نفخه، صار غازات، صار اسهالات، صار عسر هضم. طيب دكتور خلينا نحكي عن شغله كثير مهمه يمكن وبتهم كل اللي عم بيتابعنا، تقسيم وجبات الطعام، يعني نحن عاده بنقول كل النصائح للمرضى، مثلا مرضى السكري بنقول كيف نقسم لهم وجبات الطعام، مرضى ولكن الناس بشكل طبيعي، كيف خلينا نقول تقسيم الوجبات، كل وجبه قد ايه لازم تكون، شو اهم شيء فيها؟ هلا انا بقول للاشخاص الاصحاء او للمرضى، هو نظام الوجبات الخمسه هو النظام الامثل والافضل. ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين سناك نسميهم وجبات خفيفة، هن الوجبات هي النظام الصحي الأمثل للشخص. خمس وجبات، ثلاثة رئيسيات واثنين وجبات خفيفة تتخللهم، تفاحة، قطعة فواكه، شوية مثلا
توست او شيء لنحافظ انه، لانه الانبوب الهضمي ما بدنا نحن مثلا كثير نظام الوجبه الوحيده، انه انا باكل وجبه وحيده، انت مريح الانبوب الهضمي 24 ساعه واجيت بساعه او بساعتين دخلت له كميه كبيره تعبته، لا الافضل ناخذ نفس الوجبه لكن بكميات قليله، وساعة على ثلاث وجبات بتلاحظ انه انت صرت انشط صحيا. حتى مثلا بيقول لي انه حتى موضوع الوزن، المرضى او الاشخاص اللي بياكلوا وجبه وحيده هن معرضين لزياده الوزن اكثر، وهذا بجوز العالم ما كثير، اكثر من اللي بياكل ثلاث وجبات، لانه نظام الوجبه الوحيده بيسوي لي شيء اسمه معدل الاستقلاب الاساسي بينزل. معدل الاستقلاب الاساسي المقصود فيه انه اللي بيحرقه الجسم بدون الشخص ما يتحرك او يقوم باي نشاط، الشخص اللي بياكل وجبه وحيده بيقولوا له العوام بيقولوا في شخص بيحرق وشخص ما بيحرق، هو اللي ما بيحرق هو اللي بياكل وجبه وحيده، اللي بيحرق بالعامي هذا هو اللي بياكل ثلاث وجبات، بيكون معدل الاستقلاب الاساسي عنده انشط وفعال اكثر. هي طبيعه اجسام تختلف. لا لا هذا له علاقه بنظام الغذائي، اوكي في اجسام معدل بس علميا كل شيء بياكل ثلاث وجبات على الاقل معدل اساسي او ما يسمى اللي بيحرق أعلى. اعلى هذا بيحرق اكثر من اللي بياكل وجبه وحيده. فبالتالي بعد ما بيحرق بياكل اكثر، بصير نظام يعني بصير اعضائه بتحافظ على نشاطه بشكل جيد، اعضائه كلها المقصود الانبوب الهضمي، القلب، التنفس، حتى البشره، حتى الكليتين كلهم بيكون نشاطهم ووظيفتهم جيدة. نعم، يعني يا دكتور بدنا منك نصائح عامة لكل يلي عم يتابعنا، وخصوصي هلأ بفترة الأعياد ويلي بيكتر الأكل عنده أكل الحلويات وشرب المنبهات. لا، النصائح الأولى الإكثار من السوائل، وخصوصا سوائل الزهورات، سوائل دافية بنسميها. الثانية الابتعاد عن مصادر الأكل اللي ما أنا متأكدين من نظافتها قدر الإمكان، خصوصي الأطفال يبعدوا عن الأكلات المكشوفة كمان. تمام، قدر الإمكان طبعاً نقول لهم قدر الإمكان، مثل ما حكينا من الأول بالأعياد أكيد بده يطلع وبده يجرب، أحياناً بينصحوا أنه هذا المطعم ظريف عليه فبده يجرب، بس قدر الإمكان يحاول يبتعد عن الأكلات اللي ما أنا موثوقة بنظافتها، يبتعد عن الأكلات الدسمة كثير، يبتعد عن الأكلات اللي فيها مايونيز أو قشطة كثير، خصوصا بظروف الشوب هي، لأنه كمان القشطة من ضمن اللي بيصير فيها كثير جراثيم. كل شيء من مشتقات الحليب؟ كل شيء بارد، يعني هلأ الحليب بيتسخن نص مصيبة، بس القشطة قليل ليقدموها ساخنة، تمام. المايونيز ما بيتسخن، فهدلون بس طلعوا برات البراد ربع ساعة متزعم. يفترض للكب، يعني ما أنا بنصحهم للعالم أنه طلع كمية فيك تاكلها، اللي بتزيد كبة لا ترجعها على البرا، لأنه خلص الجراثيم بلشت تتنشط. أكيد، وبنتمنى لكل الناس الصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب تكون قدمنا لهم نصائح مفيدة. شكرا لوجودك دكتور. يا هلا فيكم، كل عام وجودك معنا، وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله يا رب تكون هيدا الفقرة أفادت كثير من الناس إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور.